هات هات. لا انا ما ابغى يسبقني. استنوا يا جماعه، حسن عايز يلعب. ده طفل برضه لازم نراعي شعوره. اها انت ركبت ولا ما ركبتش؟ ركبت ولا ما ركبتش يا معلمي؟ ايوه امسك يلا السقف اللي يقع عليك. ايوه خرب بيتك، ده تحسه ماشي على الحيطه. ايه يلا مين كسب يا عمي؟ مين اللي كسب ايه؟ اخرج من الوكسه اللي انت فيها بكسرك. بص يا جماعه، تحسه بيجري ورا فار. طب اطلع ازاي بقى؟ اطلع ازاي يا معلمي؟ بس والله برافو عليك يا كريم. اختي اختي دي قاله بدريه طلبه. انت ما تمارس الرياضه اصلا؟ لا انا بمارس الاكل. لا يعني ساعات 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 ساعات. ده احنا معانا الفنانه الصبوحه. انت وانت صغير كان عندك بندقيه في صيد سهم نبيله؟ نبيله دي اكله دي ولا ايه؟ انا وياك فريق واحد زي ما قلت لك. اه لازم نفوز. هي ان شاء الله نفوز. لازم نفوز. بص يا جماعه، احنا عودناكم على الرياليتي، وانا لا يمكن افوت لعبه زي دي وعندي الجوز دول. انتبه ها، غطينا يلا. غطينا يلا. خليني فوق. خليك فوق الحاجز، فوق الحاجز. ايوه ايوه برافو. ولا هتيجي يا عم. انتبه يا عم انتبه، لا تضرب في ظهره. اي انا ما بضربش يا عم. يا عم اضرب من الناحيه هذه. الرصاص خلص. ها الرصاص خلص. الرصاص خلص، يبقى خمسه فعلا. ولا ده على الهوا ده. خلاص يا عم خلاص. انا يا كريم مبسوط اقسم بالله سعاده ما تتخيل. يا رب يخليك. بس انت دي بتوجع قوي. بتوجع قوي يا ابني، انا شنجي قديم. لا لا والله العظيم. جولك معاك تلسع بتلسع يعني. امال ايه يالا، احنا بنلعب. ساره انا هنا. ساره تحس انه بينادي البنته في الليفل.